عاد الله مساكم كل خير متابعيني، السلام عليكم، كل واحد يروح بيده ويسلم، حياكم الله. مرحبا مرحبتين، مرحبا مرحبا، تحياتي لكم. والديك والديك محلاك، لونك وبعادي، لونك علاج، لونك حبوب مسكن. شو يا الله، لحظه 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 لحظه، يا سلام. ايش اقول من الداخل يا رب، من الداخل حبوب مضاد حيوي، قسما بالله يا ان عالمي يا رب. ارتاح الشرايين، ضخ الدم طبيعي، المخ تركيزه 100%، العيون النظر 6/6، قوة البدن 100/100، الابتسامة ليل هني، ما شفت ما تشوفونه بس هي واصل ليل هني. كل هذا يوم تركب الروز. انت لو تعلمون وتعرفون ان هذا اللي صانع الروز رايز دكتور نفسي داخل معاهم في لجنة ومتكلمين. الدكتور نفسي دائما يركز على النقاط اللي تجذب الانسان دائما، وهذا ما سواه الدكتور نفسي في الروز رايز. أمانة موتر يوم تركبه يتغير حتى كلامك، مخارج الحروف عندك قسما عنها تطلع واضحة أصلا، ما يحتاج. شوف شوف شوف، ساهر في ليلة القمر نسيت الأغنية، ساهر في ليلة القمر والحبيب الغالي وياي. حافظ عليك علم بلادي، كم يسوى عني ما خلا من هالعلم. يا رب يا الله يا الله يا رب، حتى الحرف له ألف معنى ومعنى. رايح رج رجل، شوف شوف انت شوف. ما يحتاجوا في مريض تعبان، ركب عسية الغالب بتغدي بخير والسهالة. شوف كيف فتحت الباب عكس. ليش عكس؟ انا بقول لك ليش عكس، لانه ما يبغي اللي مصمم السيارة هذه يتعبك تصير شيء، لا يبقى دائما للامام. شوف شوف دائما للامام. يا سلام، لا ترمسني ولا تحاكيني. هذا المعرض الجميل ترابل ون في معارض العوير دبي، عندهم سيارات جيات مرسيدسات رنجات كل شيء، واسعارهم طيبه ومناسبه. الله يسعدهم ويوفقهم ان شاء الله. سعد سعد اشوفك طالع. قلتهم والله ما يسوى رمسك، قلتهم والله العظيم. قبل ما تتكلم شوف اخوان، قل له الله، قل له الله، قل له الله، اللهم صل عليه. لحظه بقول لك شيء، بقول لك شيء، بقول لك شيء، اذا اسمعني خليني اتكلم، خليني اتكلم في خاطرك. والله والله ما ترد، قل له الله، قل له الله في خاطرك. ها في ذمتي والله ما يغلى عليك، دفع فلوس له. ابو سعد قلت لك، قلت لك يا ابو سعد، ابو سعد خذ رمسه مني خلاص، ادفع واخذه. ها هذا النظام ترى، ليش تعور رقبك؟ هذه السيارة وفخامة السيارة هذه يعني كلاسيك، من استوت وهي شيء ما تتغير إلا أشياء بسيطة، أجزاء بسيطة تتغير منها، فيس ليفت يعني أشياء بسيطة، ولكن نفس الهيكل ما ترد. شوفوا قسما بالله أنا غرام. لا تطالعني أبو سعد، أنا من شفت المواتر هذه قمت شوية حتى اسمك ألخبط فيه. منو أنت؟ أبو سعد. هي سامحني يا أخوي. منو؟ يا رجل ما تركب عليك، ما تركب أنت دائما كذا سبحان الله، تجون تصورون سيارات الناس وتجون تقولون ليش؟ ترى مو محقق. صح، حتى قبضة الباب ما تعرف تقبضها. لا عشان من الطول. أنت شكلك صاحب معارض. راعي المعارض قام يتغلى. لا يتحدى. جاب الشبح والبنز من قدام. الله عليك. مو من قدام، من قدام، من جدة. وش اللي من جدة؟ لا لا جيب والله ونعم بهالجدة، ونعم سبعة أنعام، ونعم فيك أبو سعد. الله يسعدك، ارفع كمام، ارفع الله يرفع قدرك.